هي دي النوتيلا الصحية، بندق محمص مطحون في البروسيسور لحد ما بقى زي الطحينة كده، وحطيت عليه الشوكولاتة أو الدارك شوكولات، بقت نوتيلا صحية يعني يامي يامي. تابعيني على قناتي مع سنينة للبنات والستات. فكرة أكيد هتعجبكم كلكم. بعمل صوص البيستو في مكعبات التلج، توم وزيت زيتون وزعتر وبقدونس وبردقوش وملح وفلفل، وبستخدمه بقى على أي حاجة في المكرونات، وبحط منه مكعب على الخضار السوتيه، بيودي الخضار السوتيه في حتة تانية خالص. بفكر نفسي وبفكركم اننا يا ريت لما نستخدم اي علبه من العلب الصفيح دي اللي هي الكان، بعد ما نفتحها نرمي الغطا ده جوه العلبه كده قبل ما نرميها في الزباله، عشان ما تعورناش او تعور اي حد بعد كده. فكرة على السريع كده عشان نداري ماسورة الغاز اللي بتبقى مضايقانا كلنا في المطبخ، جبت الحامل ده اللي هو بيدخل في خشب المطبخ كده، وعليه بقى بتعلقي عليه الحاجات يعني اللي انت على طول بتستخدميها، تحطي عليه اي حاجة كده شكلها لطيف زي ما انا عايزة، منها بتداري ماسورة الغاز، وبعد كده بيبقى الحاجات بقى اللي بتستخدميها كتير في متناول عشان ايدك. تلاجتك ما يكونش فيها اي ريحة، حطي فيها اقراص الكربون اللي بتيجي مع الهود او شفاط المطبخ. الكربون بيمتص اي ريحة وحشة في التلاجة، وبتبقى زي الفل. اللي قال لي على الفكرة الفني اللي ركب لي شفاط. من اجمل الحاجات اللي اشتريتها من ايكيا الحوامل دي، حلوة جدا، ركبتها عند حوض المطبخ كده عشان اعلق عليها الحاجات اللي على طول بنستخدمها، منها ديكور ومنها كمان يعني بتقلل لي في مساحة التخزين. طبعا مش بتصدي لانها هي عليها طبقة بيضة كده، فافضل من الاستانلس بكتير.